بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. عبد الجليل الأسدي، الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة. اليوم الحمد لله كما عشتم معنا هذه الأجواء، أجواء تأسيس المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجامعة ديال التشيرة الجهادية، والأمس كان عندنا تأسيس المكتب المحلي ديال الهيئة بجامعة أيت ملول. فالحمد لله في هاد اللقاءات بجوج كانوا لقاءات ناجحين الحمد لله. اولا ناجحين بالحضور ديال الناس، ناجحين بالثقه ديال الحضور ديال المواطنين اللي حاضرين، فتم تزكيه الاخت نوره على راس المكتب المحلي ديال ايت ملول، واليوم تم تزكيه الاخت وفاء على راس المكتب المحلي ديال التشيره الجهاديه. فبدايه اللقاء الحمد لله كانت هناك قراءه القران، فكان الحمد لله النشيد الوطني، فتمت قراءه القانون الاساسي، بين الاهداف ديال الهيئه، بين المبادئ ديال الهيئه. هذه كانت هي اول هيئه الحمد لله اللي كتنطلق من الاقاليم الجنوبيه، اول هيئه اللي كتنطلق من الصحراء المغربيه. ومن اول اهداف هذه الهيئه هو صله الرحيم مع جميع المواطنين، صله الرحيم مع جميع الجهات، مع جميع القبائل ديال المغاربه. الحمد لله اليوم نحن نتواجد في جهه سوس مسا، بعد ما اسسنا المكتب الجهوي في الجهه، بعد ما اسسنا المكاتب الاقليميه اللي تابع جهه سوس مسا، اليوم بدينا الحمد لله اننا بدينا كنأسسوا في المكاتب المحليه. اليوم الهيئه الاهداف ديالها واضحه، الرسائل ديالنا كانت واضحه باننا جئنا من اجل العمل، جئنا من اجل التواصل مع الناس، جئنا من اجل الطرف على قضايا الناس. الهيئه جات باش تكون واحد الصله قويه من اجل المواطن، ذلك المواطن الضعيف اللي ما كيتسمع الصوت ديالو، وبين جميع المؤسسات. كنتمنى التوفيق للاخت نوره والاخت وفاء، نطلب الله يوفقهم. واليوم الرسائل ديالنا اليوم هو انهم ينزلوا للميدان، يستمعوا للقضايا ديال المواطنين، يترافعوا على المشاكل ديالهم، يترافعوا على الاكراهات. هذا هو الدور ديال الهيئه، ونطلبوا الله الله يحفظ هذه البلاد مالكا وشعبا. وفاء بالله تم تزكيتي اليوم بحمد الله وشكره وبثقة من الأمانة العامة والإقليمية كرئيسة فرع التشيرة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة. ومن هذا المنبر كنقول باننا جينا باش نشتغلوا، ما جيناش باش ناخذوا السميه او الالقاب ونجلسوا بلاصتنا. حنا بغينا نخدموا كاين ما يدار وكاين ما تخدم، لا في المجال الصحي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال البيئي. الطفل، الام، حنا على استعداد اننا نخدموا الساكنه ديالنا ونمثل التشيره ان شاء الله في احسن تمثيليه. وانا كنقولها كما كنقولها في اي بلاصه، الهاتف ديالي مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة، والباب ديالي مفتوح لأي حاجة كتخص المواطن. أنا جد سعيدة في هذا النهار، أنني انتدبت وتعطتني تزكية كرئيسة الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان في رعاية ملول، وهذا بالنسبة لي راه تكليف ماشي تشريف. والحمد لله غادي نهبطوا الميدان مع الإخوة أعضاء المكتب، وغادي نشوفوا قضايا ديال الناس، وان شاء الله نتمنوا من العلي القادر اننا يوفقنا في هذا العمل اللي ماشي سهل. يا رانا بالنسبه لي العمل الحقوقي كنعتبره جمره باليد ديالنا، ونتمنوا من الله يوفقنا لهذا العمل.